مواطن مغربي يصنع الحداثة بمنح 5 هكتارات من أرضها كهبة لهذا الغرض. تناقلت مجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مبادرة إنسانية رائعة أقدم عليها شخص من مدينة صفرو. فقد قرر هذا الرجل الكريم أن يهب قطعة أرضية مساحتها 5 هكتارات تقع نواحي صفرو مجانا وبدون أي مقابل لصالح كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس، قصد استغلالها في التجارب الصيدلانية وزراعة النباتات الطبية خدمة للطلبة والبحث العلمي. هذه المعطيات أكدها الدكتور رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، والذي نشر صوراً توثق للزيارة التي قام بها إلى المنطقة وأرفقها بتدوينة فيسبوكية جاء فيها الآتي: بسعادة غامرة وبحس وطني عالي رافقت هذا الصباح 13 ماي 2022 في زيارة تحمل طابع خاص رجلا وطنيا صادقا حميم اختار أن يهب مما يملك في سبيل خدمة جامعة سيدي محمد بن عبد الله 5 هكتارات بدوار أيت جابر دائرة المنزل بإقليم صفرو، وذلك لاستغلالها من طرف كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس في إطار البحث العلمي والتجارب الصيدلانية والأعشاب الطبية، حيث ستشكل هذه البقعة الأرضية فرصة لتطوير التجارب والأبحاث العلمية عامة وخاصة الطبية والصيدلانية منها. وأضاف رضوان مرابط في ذات التدوينة: رافقني في هذه الزيارة الطيبة السيد عميد كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس مشكورا، وطاقمه الإداري وأيضا فريقي برئاسة الجامعة، فشكرا جزيلا مرة أخرى لهذا الرجل الوطني الشهم، وشكرا لكل مكونات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان بفاس على عملهم الدائم والمتواصل لتبقى هذه الكلية منارة للعلم والمعرفة على الصعيد الوطني. أمن مراكش يفك لغز اختفاء فتاة من الدار البيضاء. تمكنت مصالح الأمن بمراكش يوم أمس الخميس 12 مايو الجاري من تحديد مكان تواجد فتاة كانت تشكل موضوع بحث لفائدة العائلة مسجل لدى مصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء. وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية وسرعة كبيرة مع بلاغ تقدمت به عائلة الفتاة البالغة من العمر 13 سنة والمختفية منذ مساء الاثنين الماضي بعد مغادرتها منزل عائلتها بحي الفرح في ظروف غامضة، حيث تم تعميم البحث على الصعيد الوطني حول الطفلة المصرح باختفائها، وذلك قبل أن تعثر عليها مصالح الأمن بمراكش. وكانت عائلة الطفلة قد أفادت في تصريحات صحفية بأن ابنتهم القاصر المسماة فاطمة الزهراء قد خرجت من منزل أسرتها عند خلاف مع والدتها بسبب هاتف نقال. وكانت هناك أنباء تتحدث عن كون الفتاة قد اختطفت من قرب مقبرة منسية بالدار البيضاء، وهي المعطيات التي سيتم الكشف عن حقيقتها من خلال التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن عقب التبليغ عن اختفاء الفتاة وبعد الاستماع إليها. الحزن يخيم على منزل الفنان المغربي حسن علوي. فجع الفنان المغربي حسن علوي اليوم الجمعة بوفاة والديه الذي حرص على نعيه عبر خاصية ستوري بحسابه على موقع
تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. كما أعلن الفنان حسن عليوي عبر ذاته الخاصية عن مكان إقامة صلاة الجنازة ودون قائلا: إن لله وإن إليه راجعون، أبي في ذمة الله، صلاة الجنازة بمسجد الموظفين إن زقان. ويشار إلى أن الفنان الكوميدي حسن عليوي الذي اشتهر بعبارة طقا مارش بدوره في سيت كوم يكحنا جيرانا له دور مميز أيضا في سيت كوم قصرية أفلا مع الفنان رشيد الوالي، وشارك في عدة أعمال أمازيغية ناجحة أيضا. جريمة قتل بشعة راح ضحيتها حارس للسيارات بمدينة طنجة. اهتزت مدينة طنجة صباح اليوم السبت 14 مايو الجاري على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها حارس للسيارات بمنطقة أشناد على يد أفراد من عائلته. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الضحية تعرض لهجوم بواسطة أسلحة بيضاء من طرف أفراد من عائلته بموقف للسيارات يحرسه بمنطقة أشناد، حيث اعتدوا عليه بطريقة بشعة قبل أن يلوذوا بالفرار لوجهة مجهولة. وأصيب الضحية على مستوى رأسه وبطنه، كما تم بتر يده التي عثر عليها مواطنون بقرب جثته، حيث فارق الحياة بعين المكان قبل نقله إلى المستشفى. نزاع أسهار يتطور لقتل حارس للسيارات بمدينة طنجة، والأمن يوقف 4 جنات. أعلنت المصالح الأمنية بطنجة زوال السبت أنها أوقفت 4 أشخاص على خلفية تبادل للضرب والجرح المفضي للموت راح ضحية حارس سيارات، فيما أصيب 2 آخران بجروح. وقال مصدر أمني أن الحادث يتعلق بنزاع بين الأسهار على تقاسم الأرباح الخاصة بموقف للسيارات بحومة ظهر أحجام بحي سيد إدريس في مقاطعة بن مكادة، موضحا أن النزاع تطور لتبادل للضرب والجرح أدى لوفاة شخص وإصابة شخصين موضوعين. وذكر المصدر أن التدخل الأمني الذي باشرته الأجهزة المختصة مكن من توقيف المتورطين 4 في هذه الجريمة، بينهم 2 يخضعان للحراسة الطبية. وتشير المعطيات حول الحادث إلى أن الهالك تلقى طعنات غائرة في أنحاء متفرقة من جسده، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصاباته البليغة. وبلغت بشجاعة الجريمة إلى حد إقدام الجنات على تقطيع أطراف ضحيتهم وفق ما أفاد به شهود من عين المكان، في وقت تم فيه نقل جثمان الضحية إلى مشرحة الجثث بقسم التشخيص القضائي بمستشفى الدوق طوفار. توقيف مشعوذ المتورط في النصب على النساء وتحريضهن على ممارسة الجنس في مدينة بوجدور. أحالت مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور على أنظار النيابة العامة يوم أمس الخميس شخصا بعد متابعته من أجل النصب عن طريق القيام بأعمال الشعوذة والسحر. ويأتي إيقاف المتهم بناء على معلومات توصلت بها مصالح الشرطة القضائية، مفادها أن شخصا يقوم بأعمال لها صلة بالشعوذة والرقية ويتخذها وسيلة للنصب والاستغلال الجنسي كان ضحيته مجموعة من النساء، بحيث كان يوهمهن بتحضير طلاسيم وإنجاز أعمال لها علاقة بالسحر والشعوذة. هذا وقد عثر على شريط صوتي يوهم فيه إحدى ضحاياه بأنه قادر على علاج السحر
عن طريق ممارسة الجنس معها. وإلى ذلك قامت مصالح الشرطة القضائية بالتحقيق في الواقعة وتقديم المعني إلى أنظار النيابة العامة المختصة